أهلا بكم إلى فقرة أنا أرى، والتي تعتمد في محتواها على المواد التي ترسلونها إلينا من جميع أنحاء العالم من خلال تطبيق أنا أرى الذي يمكنكم تحمله على هواتفكم الذكية. نبدأ معكم جولتنا لليوم بهذا الفيديو الذي يعكس تضامن أهالي مدينة حارم والواقعة وسط إدلب مع أشقائهم في مضايا، مطالبين بفك الحصار وإدخال الإعانات. وبالانتقال إلى هذا الفيديو لشاعر مصري يتغزل بالطعام على الطريقة الحلمنتيشية، يدعو للحم البط والديك الرومي ولا يطيق أكل الفلافل ولا الفول، كما ويشكو من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. هي اللحم السمين اقذفني في وجهي بقطعة حمراء، بيني وبين العدس سوء تفاهم، والفول لا ترضى به الأمعاء، أما الفلافل لا أطيق لقاؤها، نفسي تراودني على الكباب يا أيها الشواء، أحب الرز في حشو الحمام وقبله بعزم واهتمام، ولحم الفرن أأكله سريعا ولا أخشاه مهما كان حام. وبالانتقال إلى الصور، أرسل لنا مروان يوسف هذه الصورة التي تظهر مظاهرة لأكثر من 5000 شاب عاطل عن العمل في تونس، ويناشدون الحكومة بتوفير وظائف تناسب شهاداتهم الجامعية. أما رضوان من سوريا فنقل لنا هذه الصورة لمن وصفهم بضحايا مجزرة معرة النعمان في إدلب، والتي أسفرت عن 40 قتيلا و100 جريح. وننتقل معكم إلى جوهر أنور من عاصمة إقليم كردستان العراقي في أربيل، يشاركنا أجواءه الصباحية. فكما يظهر أمامكم، تشهد أربيل فترة صباحية مليئة بالغيوم الكثيفة وأمطار غزيرة. نختم معكم جولتنا بهذه الصورة التي وصلتنا من أنس منجد من محافظة حماة في سوريا لقوس قزح الذي ظهر بعد هطول الأمطار على المدينة. نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية، وسنستعرض أهم مشاركاتكم من خلال فقرة